ليش قلتكم؟ آه كيف هذا؟ عيب عليك ولا في كلام؟ لكن هذا عائلة ونسيت. حاشا يا أخي، نفس يعني. قول لي بشير، وين وصلت لقرايتي؟ راني نجحت في الباكون تاعي. يا أخي يعطيك الصحة. فرحان بيه بزاف أنا يا أخي. التليفون هذا يا سي علي. الحمد لله سي الوجه معاه ما قصرش. كان الناس ملاح بزاف معاك. الوجه مع خونا خير كبير. شوف الله يبارك أبو هذيك البيوضية. عارف انا كي كنت مقبل هنا نهار جيت للعاصمه كنا باش نديرو متزاير حتى للمطار ليه للدار البيضاء نديرو ساعتين ساعه ونص يا باش يدرك للتزاير العاصمه والجزائر كلها راه المستقبل لهم شباب يعني باش نقول لك سي بشير القرايه ثم القرايه هي اللي تنفعك لازم خويا موسى لازم القرايه هو الصح وعندك ها؟ لا لك تتسوفج ها؟ لا لا كون بهان